الرحمن الرحيم يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهاردة يمكن يوم بالنسبة لنا يوم تاريخي بالنسبة للنادي الأهلي أو لمجلس إدارة النادي الأهلي، لأن أول مرة في تاريخ النادي الأهلي يتم اجتماع مجلس إدارة بالنظام اللي احنا عملناه النهاردة. أنا اتواجدت في النادي وكل زمايلي اللي في مكتبه أو في بيته اللي كان ما عندوش شغل النهاردة يعني، ودرنا الجلسة بهذا الشكل عن طريق الفيديو وعن طريق التحدث مع بعض بكل الأمور وكل القرارات اللي اتعرضت عليها النهارده في مجلس الإدارة. الحمد لله. يمكن احنا ليه عملنا كده؟ لان احنا ملتزمين جدا باجراءات الوقايه اللي المفروض ان احنا نلتزم بيها. وعايز الحقيقه ابقى يعني صريح مع حضراتكم اكتر كده. احنا ادينا يمكن في مجلس الإدارة النهارده ادينا اسبوعين، مدينا اسبوعين برضو لغلق النادي ولكل الانشطه متوقفه طبقا لتوجيهات الدوله، وفي نفس الوقت احنا كمان بعد اسبوعين نعيد تقييم الموقف ازاي. لكن الفتره دي لازم نكون صراحه جدا مع بعض. الفتره دي فتره قاسيه جدا وفتره في منتهى القسوه علينا جميعا وعلى العالم اجمع. لازم نلتزم يا جماعه، ولازم يكون جميع الاجراءات الوقائيه لازم ان احنا نتخذها ولازم ان احنا نهتم بيها ونعملها. ده شيء مهم جدا. يمكن كمان يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بيورينا آية من آياته، إن حاجة بسيطة جدا تقعد الناس كلها في التقعد العالم كله في بيته، ده أمر لازم نفكر فيه. يمكن إزاي نستغل الموقف بتاع إن إحنا كلنا قاعدين في بيتنا، نستغل الموقف وخاصة الرجال، يعني الرجال اللي هم بعيد عن بيوتهم والأمة هي اللي بتربي، ما ليت نستغل الموقف دوت إن إحنا نقرب شوية من بعض، من أسرتنا، من ولادنا، من أحفادنا. نرجع تاني الحوار الاسري اللي موجود. احنا ما عادش في حوار اسري، ما عادش في ترابط اسري موجود بالتكنولوجيا اللي احنا يعني النهارده بنعمل. احنا الفيديو بقى اللي احنا عملناه ده النهارده بنعمله واحنا كل واحد في مكان. التكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها دي افقدتنا الحوار الاسري اللي احنا يعني حقيقة تربينا عليه واللي احنا نسيناه. ازاي بقى نستغل هذا الموقف ان احنا نتربط مع بعض وان احنا نكون موجودين ونشوف ولادنا هواياتهم ايه، ونشوف احفادنا هواياتهم ايه وعايزين ايه. اعتقد ده شيء مهم جدا ممكن احنا كنا نلمسه النهارده، لان انت خلاص قاعد في البيت. والحقيقه انا برضو باكد تاني على الحوار الاسري ده، احنا انحرمنا من الحوار الاسري ده طول ما التكنولوجيا دي موجوده. خلاص ده كل واحد تتخش البيت النهارده تلاقي كل واحد ماسك تليفونه وقاعد بص فيه، ولادك واحفادك. مش معقول اللي احنا فيه ده. النهارده احنا مجبرين نقعد ونتكلم، ويمكن الإجبار ده من المولى عز وجل عشان الناس تفكر شوية وعشان الناس تعيد النظر يعني في مش بس في الترابط الأسري، كمان في أنفسنا. كل واحد كده يراجع نفسه ويراجع تصرفاته ويراجع الفترة اللي فاتت من حياته، إيه اللي حصل والحاجات السلبيات اللي ممكن يعني يبعد عنها والإيجابيات اللي ممكن يحافظ عليها. ومن أهم هذه الإيجابيات طبعا إن إحنا يعني القرب لله سبحانه وتعالى. لا ملجأ إلا إليه، ما حدش ليه طريق تاني، لا ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الرجوع لله سبحانه وتعالى. وكمان لو عايزين نتكلم الناس كلها تتكلم عشان إيدينا وعشان نغسل مش عارف إزاي ونعقم الدنيا إزاي، طب ما دي يعني دي نظافة عامة، والنظافة دي من الإيمان، وده شيء طبيعي. إحنا من زمان يقولوا لنا وإحنا لسه أطفال لسه في حضانة النظافة من الإيمان. النهارده بتترجم عمليا النظافه من الايمان. فده كل الاجراءات الوقائيه دي لازم ان احنا نحافظ عليها. كمان يعني الصحه. يعني الصحه دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. وكل واحد فينا يعني مسؤول على صحته. بس كمان الناس اولي الامر اللي هم الاب ولا الام ولا الجد ولا الجد، يعني الناس الكبار مسؤولين عن صحه اولادهم واحفادهم ان هم ازاي يراعوهم. الصحه دي نعمه لازم كلنا نحافظ عليها. جماعة أنا مش عايز أطول تاني، لكن بقول الحقيقة لازم نقدر تماما الفترة العصيبة والفترة القاسية جدا اللي احنا عايشينها. لازم كلنا نساعد بعض عشان بإذن الله ربنا ينجينا بإذن الله
يعني من الوباء اللي احنا فيه ده. طبعا مش عايز بذكر نفسي وبذكر حضراتكم بالاستغفار وبالقرب لله سبحانه، نستغفر الله كتير عشان ربنا يعني باذن الله يرحمنا جميعا ويتولانا برحمته. بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.